لم تكتمل فرحة أصحاب الهمم في الموصل بتجهيز قاعة جديدة لهم في معهد الطفولة السعيدة بالجانب الأيمن من المدينة، فخبر إغلاق الفرع الآخر للمعهد بالجانب الأيسر أثار موجة من الاستياء والحزن بينهم. شوف مواقع مقصوفة ومدمرة، ما يجون عليها، يجون علينا إحنا. تعرفون ليش؟ لأن أنا أرعى لا ابن وزير ولا ابن مدير، أنا أرعى ابن فقير، ابن الفقير اللي ما عنده غير الله سبحانه وتعالى. أنا ما متمسكة بالموقع، متمسكة هذول أطفالي وين يروحون؟ والله العظيم حملي كثير كثير ثقيل، وأنا ما طلبت كشي من الحكومة غير بس إنه هاي الأطفال ما أريد مصيره يصير بالشوارع. وفي الوقت الذي تسعى فيه المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه الفئة، إلا أن المهتمين بها يقولون أن الدعم الحكومي غائب بشكل شبه كامل، وهذه الفئة في أمس الحاجة للرعاية خصوصا بعد الظروف الأخيرة التي مرت بها المدينة. طبعا هاي القاعة ستكون هي الخاصة بقاعة الاحتفالات والغذاء بالنسبة للأولاد اللي هي موجودين بالمعهد. طبعا قمنا بتأثيث المعهد، ومثل ما تشوفون قمنا بتأثيث القاعة إضافة إلى ألعاب للأطفال. اختلفت مشاعر هؤلاء الصبية والفتيات، قسم منهم سعيد بافتتاح قاعة لهم وتجهيزها بالألعاب، وقسم آخر حزين على إغلاق الفرع الآخر من المعهد. بصراحة هناك تقصير نوعا ما من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية تجاه ذوي الهمم، حيث نشاهد أن هناك مشاكل كثيرة جدا في رعايتهم والتواصل معهم وفي توفير الأماكن الخاصة التي ممكن أن ترعاهم. وتقول الإدارة أنها لا تبحث إلا عن توفير مكان لهذه الفئة من أجل رعايتها دون أي تكاليف، فالمعهد يعتمد على التبرعات في سد المصاريف والكوادر فيه تعمل بأجور رمزية. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.